بعد وفاة الفنان المصري القدير سمير غانم، الموت يفجع ثلاثة فنانين مصريين بيوم واحد منذ قليل وسط حزن كبير من أسرتهم والنجوم. أعلنت الفنانة المصرية الشابة نانسي صلاح اليوم الثلاثاء وفاة شقيقتها، وذلك بعد وفاة والدتها بيومين، وكتبت عبر حسابها بموقع إنستغرام: البقاء والدوام لله وحده، هو لله ما أعطى ولله ما أخذ. انتقلت إلى رحمة الله أم التانية مرفت عبد الفتاح العزاء والدفن بإذن الله في المقابر، اللهم أجرنا في مصيبتنا. وتابعت الفنانة نانسي صلاح: ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته، آمين يا رب العالمين، قلب وجعني يا رب، برجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة. وكانت الفنانة نانسي صلاح أعلنت وفاة والدتها يوم الأحد الماضي عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، وكتبت: إن لله وإنا إليه راجعون، ماما في ذمة الله، ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته، آمين يا رب العالمين، لا إله إلا الله. فيما عبرت عن حزنها الشديد لفقد والدتها وشقيقتها في أيام قليلة قائلة عبر خصيصة ستوري بموقع إنستغرام: اللهم الاعتراض، الاتنين بينهم يوميا، أمهات اللي ولدتني واللي ربتني، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ونشرت صديقة الفنانة نانسي صلاح منشور على فيسبوك للتوضيح قائلة: يا جماعة اللي توفت النهاردة مرفت أخت نانسي الكبيرة اللي مربياها، عشان كده كتبت أم التانية: إنما مامتها توفت من يومين، اختبار صعب وفراق مرفت بالذات مش أي حد، فعاوزاكم تدعوا للاتنين بالرحمة وتدعوا لنانسي ربنا يصبرها. فيما حرص عدد من الفنانين على تعزيتها عبر التعليقات، وكتب الفنان مصطفى خاطر: البقاء لله، ربنا يرحمها ويصبرك. فيما كتبت الفنانة أيتن عامر: حبيبتي البقاء لله، ربنا يرحمهم يا رب. وأعلن الفنان المصري حجاج عبد العظيم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن وفاة شقيقة زوجته بعد صراع مع المرض، وقال حجاج عبد العظيم: توفيت اليوم أخت زوجتي بعد صراع مع المرض، اللهم اغفر لها واعف عنها وادخلها فسيح جناتك. وتوفيت اليوم ليلى صلاح والدة دينا راشد زوجة المنتج المصري وليد منصور وحرم اللواء أحمد راشد ووالدة المهندس كريم راشد.